اول حاجه الدكتور الزين ظهر هو ما جاش النهارده الصبح؟ معلش معلش حصلت له ظروف اكيد انا ما اعرفش ان هو ما جاش ليه، بس هو قال لي انه ابتدى فعلا يوم الثلاث وفاجئني، لان انا كنت متكلم معاكم ان الثلاث ده طلع ما ينفعش، فهو ابتدى معاكم الثلاث، هو كتر خيره طبعا ان هو هيساعد. دكتور احمد زين قوي جدا طبعا انتوا عارفينه، وهيبقى اضافه كويسه قوي للدعم بتاعه. بصوا انا اقترحت عليه فكره برضه، معرفش هتوافقك ولا لا، احنا في ايدينا نغير اي حاجه، فانا اقترحت عليه ان هو يشتغل معاكم بيلبس برينيم حلو تمام، وانا هشتغل ابدومين ونمشي بارلل ونخلص قبل الكليه ان شاء الله، ان شاء الله بدون مقاطعه يعني باذن الله. هيبقى مجهود مضاعف، مجهود مضاعف عليك، بس في الاخر هيبقى ان شاء الله هنخلص في وقت حلو. الناس اللي فيه يا جماعه هل في اي اعتراض على الفكره دي؟ في اعتراض يا جماعه على فكره الابدون بيلبس مع بعض؟ مش نافع. مين مش موافق؟ مين موافق؟ مفيش ارتباط بين الاثنين، عشان لو انت قلقان او قلقانه مفيش ارتباط بين الابدومن والبلبس، يعني بدايه البلبس دلوقتي لن يتاثر باي حاجه في الابدومن برغم ان هم كوميونيكيتنج مع بعض. فهناخد حاجه اسمها يورينري بلادر، هناخد حاجه اسمها الريكتم، البروستات، اليوترس، الفاجينا، فالوبيان تيوب، الاوفري، كلام مواش. ها لا هنسمع ونذاكر. بصوا احنا في مرحله في نهايه السنه مجهودنا وشغلنا يختلف تماما عن اول السنه. احنا دلوقتي يا جماعه في عايزين ايه؟ عايزين نخلص وقت حلو عشان نلحق نراجع الترم الاولاني. اوكي؟ واذا حبيتوا كمان ما دام انتوا قوتكم كده جامده قوي، انا بفكر كمان ان احنا بدءا من الاسبوع اللي جاي هنتفق على اجزاء من هنا نجي نذاكرها. دي مش اجبار، دي اختيار. يعني ايه؟ اذاكر الابدومن والبنس الاول، واللي قادر يساعدنا في الهيد والنك هيبقى استفاد، اللي قادر نعمل اجزاء هنعمل اجزاء. اوكي؟ دي يا جماعه اختياري. خلاص؟ بطل الكلام بقى عشان دي المحاضره بتاعتنا. النهارده الساعه 11 في بريتوريوم، انا عارف البريتوريوم ده في السكشن، وسمعت انه متصور وموجود على اليوتيوب وبيتوزع والكلام ده كله، بس في ناس ستيل بيقول لي دكتور برضه عايزين نسمعه مره ثانيه. معلش. المره دي هيبقى البريتوريوم اخر حاجه هتكونوا سامعينها قبل كده، من يوم الاحد هيبقى استومك بقى ونمشي في الابدوم بتاعنا، وفي نفس الوقت طول الزين يبقى ماشي في البلبس. هحدد المواعيد معاه النهارده واحاول اقول لكم يوم الاحد، بلاش الاحد الساعه 7 بقى بدل ما طول الزين دخل، بلاش الاحد الساعه 7 يا جماعه عشان ما حدش يجي. الاحد ميعادنا اللي هو المحاضره الرسميه الساعه 8، ومفيش دعم يوم الاحد، الدعم يوم الاثنين، مفيش دعم يوم الاحد الساعه 7 يا جماعه. اوكي؟ يوم الاحد هقول لكم مواعيد دكتور الزيني، وهو لا تاني يوم الاثنين عشان انسق معاه، بس يظهر ان لسه في لخبطه في المواعيد. هو قال ان هو الثلاث الساعه 11 هنسق، هقول لكم فاينلي، هقول لكم فاينلي الحد والاثنين هنبدا، وفكروني. اوكي؟ لان لازم ناخد موافقه من الدكتوره امينه، يعني هنعمل كذا حاجه كده. هو غالبا لسه مواعيد متلخبطه معاه، بس يعني بصوا انا شايف موضوع بدايه البيبس دلوقتي، معلش الناس المعترضين يفكروا فيها شويه، هيلاقوا ان احنا البيبس لو احنا مشينا كده اهو هيجي في الاخر خالص هيتظلم، هيتقال بسرعه. دلوقتي وانتم مصحصحين نقدر نعمل دبل ايفورت، فاهميني؟ نقدر ان احنا نزود مجهودنا شويه، وعندكم وقت تعملوا ده. يلا يا جماعه. برضو لان احنا لسه ما اخدناش ديودينام. خلاص خلاص بدايه المحاضره يبقى توقف على الكلام تماما. اوكي؟ ديودينام يا جماعه ما دام ما خدناهوش اناتومي يبقى لازم نعرف الاناتومي بتاعه بسرعه، عشان الاناتومي بيساعدني اتوقع هو ايه اللي بيحصل. ركزوا معايا. ايه الاناتومي بتاع ديودينام؟ بص معايا في الصوره، هنتفرج على صور يعني. ده ايه ده؟ ستومك. وايه ده؟ الليفر. الليفر مغطي جزئين عن الاستومك، ومغطي على الفيرست بارت اوف ديودينام والبيجيننج اوف سكند بارت. يا جماعه ديودينام عامل زي حرف السي. يقول لي كده السي شيب ده كونفكس تو ذا رايت ولا تو ذا ليفت؟ ايه رايكم لما اقف زي الرسمه كده ايه؟ الدوران انتوا زي ايه؟ تو ذا رايت. ركزوا معايا في اللي بقوله ده.
طيب الديوتيرم بيلف حوالين اورجان تاني او جلاند تاني، ايه دي؟ ده الهيد اوف باكريس. الهيد اوف باكريس في المكان دوت، وخطوره المكان ده على الديوتيرم من الهيد اوف باكريس اكتر حته مشهوره في الباكريس. يحصل فيها كانسر هيد، والكانسر هيد لما تتعمل هنا بيضغط على الديوتيرم. مش بس بيضغط على الديوتيرم، بيضغط كمان على الضغط اللي داخله في الديوتيرم في المكان ده اللي هنشوفها حالا. ايه بقى حكايه الضغط اللي هنا دي؟ ادي الديوتيرم فاتحينه عشان نشوف فتحات الضغط. ايه فتحات الضغط دي؟ يقول لي انت معاك لونها اخضر ديت، ده البيلياري سيستم. البيلياري سيستم اللي هو بيعمل ايه؟ بيعمل ستورج اند ترانسميشن اوف بايل. البايل اتعمل في الليفر يا جماعه لو ملوش احتياج، لو الديوتيرم ما فيهوش اكل بيتخزن في مخزن. اسمه ايه المخزن ده؟ جول بلادر. بحيث ان وقت الاحتياج لما يكون فاتي ميل، الفاتي ميل دي محتاجه بايل محترم، فينزل البايل اللي جاي من الليفر طبيعي بيتكون، وينزل كمان المخزون من الجول بلادر. طيب الجول بلادر دي ليها ضغط اسمها ايه؟ اقرا معايا، سيستم ضغط. قلت لي ما فهمناش الحاجات دي، بس هي مش معقده. لو انتوا بصيتوا على صوره، انا بتكلم على صوره وبيانات عليها، مش بتكلم على تفاصيل، تمام؟ فدي اسمها جول بلادر ودي اسمها سيستم ضغط. السيستم ضغط بتتحد مع حاجه اسمها كومن هيباتيك ضغط، جايه من الفصين بتوع الليفر. لا انتوا عارفين الليفر فصين، ان هو ليفت لوب صغير ورايت لوب كبير، وكل فص من دول بينزل منه ضغط بتاعته، فيسموا دي ليفت هيباتيك ضغط ودي يسموها رايت هيباتيك ضغط. طب لما اتحدوا مع بعض عملوا ايه؟ كومن هيباتيك. طب الكومن هيباتيك مع السيستم ضغط تعمله بايل ضغط. البايل ضغط دي يا جماعه بتنزل على السكند بارت ديدنم، وقبل ما تدخل وتفتح فيه بتتحد مع ضغط جاي من جوه البنكرياس. شايفينها؟ الضغط دي اسمها مين بنكريات الضغط. اقرا مين بنكريات الضغط. ليه يا دكتور الاسم ده؟ اصل ساعات في بعض الاحيان بيبقى في ضغط صغيره اسمها اكسسوري. اكسسوري بنكريات الضغط بتفتح تقريبا 1 انش اباف ذا اوبننج، الكومن اوبننج بتاع البايل ضغط والمين بنكرياتك بيفتحوا هنا، والحته دي يا جماعه بيبقى حواليها حته عاليه اسمها ميجور ديودينال بابيلا. الكلام ده هيريحنا قوي لما نوصل الاناتومي بتاعنا في الابدومن، هتلاقوا الصوره دي ظهرت تاني والكلام بيتعاد تاني بقى بس اسهل. فهو الكلام اللي بقوله دلوقتي مش تضييع وقت، هو مفيد للاميرولوجي ومفيد للاناتومي اللي جايه، مش بعيد على كده. لان احنا ان شاء الله يوم الاحد ندخل على الاستومك، وبعد كده يمشي بقى بالترتيب استومك يودينام وهكذا. فعندنا ان هو في الصوره دي ادي البايل دكت وادي المين بنكرياتك اتحدوا مع بعض وعملوا حاجه اسمها الامبولا اوف فاتر. امبولا اوف فاتر بتفتح في اوبننج هنا حوالي سفينتر، وهنعرف اسمه بعدين. المهم ايه دي بقى الصغيره اللي فاضله دي؟ اسمها اكسسوري بنكرياتك دكت. اكسسوري بنكرياتك دكت. طبعا ده منظر عام كده، هو فين على بطننا الهوانيه مع البوستيرا ابدومينال وول، اهو البنكرياس على البوستيرا ابدومينال وول. الهيد بتاعته سراوند باي ديودينم، والبودي بتاعه ورا مين اللي متشاله كانت هنا؟ ستار. برافو عليك. الرسم اوضح شويه، يلا قولوا معايا. ايه دي يا جماعه؟ جول بلد. ودي مين؟ سيستم ده. ودول الاثنين دول الرايت وليفت هيباتيك، اللي اتحدوا كومن هيباتيك، وبعد كده عملوا بايل ضغط اللي اتحدت مع المين بنكرياتك ضغط. امشي كده مع الليزر، ادي المين بنكرياتك ضغط. يبقى مين دي؟ اكسسوري بنكرياتك. برافو. اللي انت شايفه ان هو ده بدايه الجيجنم. الجيجنم بعديه حاجه اسمها جيجنم. اوكي؟ وهنا هو ده الفورس بارت اوف جيجنم. بس اقول لكم ان الجيجنم اللي بيلف حوالين الهيد اوف بنكرياس فوق الهيد فيرست بار، يمين الهيد سكند بار، تحت الهيد ثيرد بار، وبعدين يطلع تاني عشان نكمل حرف السي فورس بار. اللي انت شايفه ده الفورس بار. الديدر النهارده لسه فيه روتيشن وكان ليه دورسال ميزنتري. فاكرين بتاع حكايه الميزنتري؟ ادي الجات تو بريتونيال تيوبز سراوند ذا جات، يعملوا فنترال ميزنتري من قدام ويعملوا دورسال ميزنتري من ورا. الفنترال ميزنتري سيبقى في منطقه الاستومك والبيجيننج اوف ديدر فقط، ثم يختفي جلو. لكن الدورسال ميزنتري هيختفي ويقطع على حسب الظروف. الاورجن اللي قدامي ده عايز يتحرك يفضل الميزنتري. الاورجن اللي قدامي ده شود بي فيكسد على البوستيرور دروب يختفي ايه؟ الميزن. فالديودينام بيحصل له حاجه اسمها روتيشن، ومفروض كان دي دورسال ميزنتري وبيختفي الدورسال ميزنتري ويبقى فلات، لكن في بعض الاحيان بيسيب لي دول. تو ذا ليفت سايد من الفورس بارت اوف ديودينام في عندي حاجه اسمها ايه؟ فولز. ده اسمه سوبيريور ديودينام فولد، وده اسمه انفيريور ديودينام فولد، وده اسمه بارا ديودينال فولد. يعني ايه فولد يا دكتور؟ ببساطه شديده بيرتونيال، والديودينال بيلف اتكانش عمل كده فولد اهي. مش مفروض يعني؟ لا مش مفروض. لازم نلاقي الفولد دي؟ لا ممكن ما نلاقيهاش.
المفروض ان هو بعد كده بيتفرد البنتونيه، ما اتفردش تفضل هذه الفولدز، وطبعا تحت كل فولد في جيب. بيسموه ايه؟ ريسس. بيسموه ايه؟ ريسس. طيب. يلا نقول الديفلوبمنت اوف ديودينام. ايه بقى الديفلوبمنت اوف ديودينام يا دكتور؟ يقول لي فاكر يا دكتور لما قلت لنا احنا لما نتكلم على الديفلوبمنت بتاع اي حاجه ابتدي اوصف ايه؟ سايت والسيلز اللي معايا حصل ايه؟ ولو اتلخبط يبقى الانوميز بتاعنا. بيقول لي الديودينام اولا بيتكون commonly او common from two meeting between two parts of the gut. فاول حاجه اقولها it is formed from the caudal part of foregut and cephalic part of midgut. او بين الفورجت والميدجت على طول. تمام؟ تاني خطوه elongation of the duodenal form duodenal loop. شايفين الديودينال لوب؟ لما يكون عندك انبوبه كده وتطول هتبتدي يبقى تعمل ايه؟ ديودينال لوب. اوصفها لي. يقول لي ديودينال لوب دي كونفكس فورورد. ملهاش فنترال ميزنتري لانه اختفى من عند منطقه ديودينال اكسبت فروم اتس بيجيننج. لكن ليها دورسال ميزنتري. ديودينال ليه دورسال ميزنتري؟ ايوه ليه دورسال ميزنتري. تمام؟ طيب هذا الديودينال لوب بيطلع منه براعم؟ يقول لي ايوه. في الكودال اند اوف ذا فور جارد جات بارت لان انت عندك الديودينال ده فور جات وميد جات. في اللور اند اوف ذا فور جات بارت بيطلع برعم امامي اسمه ليفر باد. اسمه ليفر باد. خليكم معايا. والليفر باد ده بيطلع مشترك معاه حته من البنكرياس اسمها فنترال بنكرياتيك باد. هوريكم صور دلوقتي. من ورا دورسال بنكرياتيك باد. يبقى في برعم مشترك امامي بيتقسم ليفر باد وفنترال بنكرياتيك باد باعتبار ما سيكون بعد كده. ده قدام. طب ده الامامي ده بيدخل في ميزنتري؟ لا اول ما يطلع ما لقاش ميزنتري قدامه. لكن ايه اللي هيحصل بعد كده تعرفه. من ورا في دورسال ميزنتري. يدخل في مين او يتكون في مين من ورا؟ دورسال بنكرياتيك باد. يبقى البنكرياس بيظهر انه يتكون من برعمين فنترال ودورسال. تمام؟ اوكي. هيحصل هتقسمه من مين اول؟ حاجه اسمها مايجريشن وحاجه اسمها روتيشن. ايه بقى المايجريشن؟ يقول لي الهيباتيك باد اللي طلع من قدام ركزوا معايا وطلع منها الفنترال بنكرياتيك باد ويل مايجريت عشان ايه يا دكاتره؟ عشان اجيب الفنترال بنكرياتيك باد بيلوز دورسال. ما ينفعش البنكرياس يتكون من حتتين. ما عندناش اثنين بنكرياس. هو بنكرياس واحد صح؟ طيب لكن المرعمين اللي طلعوا واحد قدام واحد ورا. يبقى واحد هيروح للثاني. واحد هيروح للثاني بعمليه اسمها ايه؟ مايجريشن. ازاي؟ يقول لي ديفرنشال جروس ريت. تاني مره اقول الحكايه دي. اول مره لما الاوستيرو بوردر او الاستومك كبر اسرع من الانتيرو بوردر في الاستومك التالت وبقى فيه كيرفز. واللي قداماني الصغير بقى اسمه ليسر كيرف اتشال واللي وراني بقى اسمه جريتر. صح؟ طب هنا بقى الديفرنشال جروس ريت يتعمل ازاي؟ عشان الفنترال بنكرياتيك باد والهيباتيك باد اللي طلعوا مع بعض من نقطه واحده يروحوا لي ورا. يقول لي الليفت سايد اوف ذا وول اوف ديدنام ويل جروز فاستر ذان ذا رايت سايد. فالجزء ده لما ينمو هيزق الفتحه تترحل ورا. طيب ايه تاني؟ ده ايه الروتيشن دي؟ يقول لي مش فوق عندك معده. في الفنترال ميزوجاستري بتاعها في ليفر اتكون والليفر هيروح يمين والمعده تلف 90 درجه تو ذا رايت. الديدنام هيعمل نفس الكلام. الديدنام ويل روتيت تو ذا رايت 90 ديجري. بقى الفورورد كونفكس دي بقى رايت كونفكس. تمام؟ بس ما ننساش ان الفنترال باد لف وجالي تحت الدورسال باد عشان يعملوا مع بعض مين؟ بنكرياس. اللي هيتكون بقى هنا دلوقتي. يعني الاول كان ورا ديدنام كده بس لما لفينا بدل البنكرياس وديدنام ما كانوا واقفين كده هيناموا. هيناموا على مين؟ على البوستيريو ابدومينال وول. اه. يبقى هنا في ايه؟ بنكرياس. معايا يا جماعه؟ تعالوا نشوف كده على الصور ونراجع على الصور. بصوا الكلام الاول. ايه الستبس اوف ديفلوبمنت ديدنام؟ اول حاجه انا قلت فورميشن اوف ايه؟ ايه ده؟ ديودينال لوب. والديودينال لوب ده ليه فنترال ميزنتري؟ لا اكسبت فروم اتس بيجيننج زي الاستومك. وده اخر مره يبقى في فنترال ميزنتري موجود معاه. ميلوزيس ليفل نو فنترال ميزنتري. من ورا في دورسال ميزنتري. من ورا في دورسال ايه؟ ميزنتري. طيب ايه اوت جروس ده هيطلع براعم؟ من قدام هيباتيك باد ومعاه حته من البنكرياس اسمها فنترال بنكرياتيك باد. ومن ورا دورسال بنكرياتيك باد. مين فيهم ماشي في ميزنتري؟ الدورسال لان في ميزنتري لسه ايه؟ موجود بس طبعا الديودينام هنحتاج نثبته وهقول لكم ليه نثبته. ديفرنشال جروس ريت وروتيشن.
حصل فين الديفرنشال جروس ريت ده؟ تقول لي اللي يحب يقول اللي يحب يقول يا جماعه، لكن انا ممكن اقول بس كده ديفرنشال جروس ريت والليد تو مايجريشن اوف ذا فينترال بانكرياتيك بادل توجذر من الزيباتيك بادل باكورد. عشان ايه؟ عشان اجيب الفينترال بانكرياتيك بادل بيلو مين؟ بيلو ذا دور سالب. تمام؟ اللي حابب بقى يقولها ان الليفت سايد اوف وول اوف ديدنم جروس فاستر ذان ذا رايت سايد، ذيس از ذا كوز اوف مايجريشن. عشان في ناس قالت لي المايجريشن ده بيحصل ازاي؟ في كل حته طريقه. في طرق مختلفه، دي احد الطرق المايجريشن. اوكي؟ طيب، ايه بقى الروتيشن؟ توجذر وذ ستومك ذا فورورد كونفكستي اوف ديدنم وروتيت تو ذا رايت 90 ديجري الون. يا ترى الاكس المره دي معناه ايه؟ فيرتيكال ولا انتروبوستيريور؟ الدوران ده يبقى ايه؟ الون فيرتيكال اكس زي الستومك بالظبط، بكده يبقى النتيجه ايه؟ ايه الريزلتس؟ سوسا ديدنم ويل بي كونفكس تو ذا رايت، ده اللي قلته في الاول ده، ده نادر بقى. وفي قلب الكونفكستي الهيد اوف بنكرياس اللي هنشوفه دلوقتي انه متكون من الفنترال وجزء من الدورسال. الهيد اوف بنكرياس متكون من الفنترال كله وجزء من مين؟ من الدورسال، لان البنكرياس جاي بعد الدينام على طول اهو، والدورسال يكمل مين بعد كده؟ ايه اللي بعد الهيد اوف بنكرياس؟ في نيك وبودي وتيك. هنشوف الكلام ده دلوقتي. ايه بقى الابزوربشن اوف دورسال ميزنتريك؟ مش مطلوب مني اعرف ازاي، لكن هرسم لكم رسمه للي يحب يعرف حصل ازاي الكلام ده، وبعد كده نقول ليه؟ ادي الديدنم، وادي الدورسال ميزنتري بتاعه، وده البرايا البريتونيا اللي على نفسيه قلنا لهم. ماشي معايا يا جماعه؟ هيحصل روتيشن. ماشي معايا يا جماعه؟ هجيبها كده؟ خلاص؟ انتوا هتقولوا كلمه ابزوربشن، مش عايز اللي حصل ايه فعليا، بس بص اللي حصل فعليا سيمبلي ان ده هيختفي سيمبلي. طيب انا هوصفها اللي حابب يرسمها من اسهل الرسومات اللي عندنا. ازاي اخلي البريتونيا بس من قدام الكلام؟ اهو هو مش كان كده؟ هيحصل ابزوربشن للليير دي ارسمها له، بس يبقى انت رسمت الميلوتش. طب ليه الديونم بقى كفرد اونلي من الفرونت باي بريتونيوم وما بقاش ليه ميزنتري، مع ان كان عنده من الاصل، يعني هو اصلا عنده ميزنتري، ليه فقده؟ قلتها في كده. عايزينه ما يتحركش ليه؟ يبقى الرايت سايد بريتونيوم من فرونت هيبقى فيوزد مع بقيه البريتونيوم مع بسيط نقول والباقي يختفي. ليه؟ علشان الديونم داخل فيه ضغط، ولو سبناه بيتحرك ممكن الضغط التاني، ولو الضغط التاني يحصل اوبستراكشن، ولو اتحسب اتحبس السكريشن في البنكرياس ممكن يحصل فايبروزس وانفلاميشن وبين جوه البنكرياس. اوكي يا جماعه؟ فعشان كده ربنا لغى الديزنتري وخلى الديدنم ريترو بريتونيا ات از فيكس بار اوف ذا سمول انتستن. بص معايا بقى الصور، نتفرج بقى نستنى شويه. خلاص انتوا عرفتوا الديدنم بيتعمل ازاي. كده انا باصص من الجنب. كده انا باصص من الجنب. كده فينترال ناحيه الشاشه دي وكده دورسال. تمام؟ ايه ده؟ ده الهيباتيك باد اللي طلع قمر معاه مين؟ مين دي؟ ده الفينترال بنكرياتيك باد. ما بحبش كلمه بنكرياس دي باد، لان ده مش فاينل الشكل. اوكي؟ فبحب باد. سيبكم من البيانات الموجوده على الرسمه دي، انتوا عارفين الكلام الصح. وايه ده اللي ورا؟ دورسال بنكرياتيك باد، كان المفروض هنا في ايه؟ ميزن. بصوا معايا هنا، شايفين السهم ده معناه ايه؟ مايجريشن. ده الهيباتيك باد اللي هتقسم الى حاجه اسمها بار سيستيكا وبارز هيباتيكا. هنعرف الكلام ده دلوقتي، طبعا سيستيكا تعمل ايه وهيباتيكا يعمل ايه هنشوف. ده الفنترال بنكرياتيك بار، الكلام ده مظبوط، وده مين؟ الدورس. بص على الصوره دي، بص على الصوره اللي هناك. بصوا لفت ازاي؟ لفت بقت ورا، بصوا الكومن باي دات اللي جاي من الليفر بقت على الدورس الاول، وادي الفنترال بار بقى بيلو ذا دورس بار. لا نشوف صوره ثانيه احسن. هنشوفها مع البنكرياس، هنشوف الانفورميشن ده مع البنكرياس مره ثانيه بصور ايه احلى. ايه الانوميلز اللي ممكن تحصل؟ يقول لي الفنترال باد المفروض بتاخد الهيباتيك باد وهم الاثنين بيلفوا في جهه واحده. في بعض الاحيان بيحصل المنظر ده. برضه هقولها لكم مع البنكرياس، معلش. الديدنم يا جماعه في احد مراحله في الشهر الثاني يتقفل بالخلايا. وبعد كده يحصل ريكاناليزيشن. أهمية معرفة المعلومة دي إن ممكن فيلير أوف كاناليزيشن يحصل يا إما أتريزيا يا إما ستينوز، إيه الفرق بين الكلمتين؟
الفيزياء مقفول تماما، السلوس في ضيق والاثنين يعمل فومتنج، الاثنين هيعمل فومتنج للبيبي ده. اوكي، ريزيستنس اوف بارت اوف ذا ميزنتري. فاكرين يا جماعه لما احنا لفينا بالديدرم وبعدين الميزنتري البريتوريوم اللي وراه اختفى وفضل بس قدامه؟ مفروض ان بعد الروتيشن ده يبقى الميزنتري اول اراوند او البريتوريوم اول اراوند مفروض فلات على الليفت سايد اوف فورس بارت. ساعات بنلاقي المنظر اللي انت شفتوه قبل كده معايا اللي هو ده بريزيستنس او ريزالتس اوف افتر روتيشن بريزيستنس اوف بريتونيوم نوت ستريتشد نوت فلاتند. فيسيب لي الفولز دول. مين الفولز دول يا جماعه؟ قلنا اساميهم من شويه، سوبيرو ديدنال، انفيرو ديدنال، بارا ديدنال. طب وايه يعني دكتور؟ يعني ايه؟ مفيش اي مشاكل، هيعيش طبيعي خلاص الا اذا جت انتستن وقفت تحت فولد من دول وابتدت فيري جراديوال تزق وتعمل كافيتي وتتحشر، عمليه اسمها انترنال هيرنيا. ده مش مكان طبيعي يخش فيه انتستن، ده ابنورمال سايد فور انتستن ايكوال ايه؟ هيرنيا. بس الهيرنيا دي يجي بيها العيان، يجي يقول لك انا حاسس فيه انتستن دخلت في السبيل جدا الفوق. لا هو هيجي بايه؟ هيجي بايه؟ هيجي لك اول مره بايه؟ الستاينر اوبستراكشن، ودي بتبقى حاله للجراح، حاله امرجنسي. ما ينفعش بقى نظبط له السكر، نظبط له الضغط، ده يخش عمليات على طول. نفتح نفك له الايه؟ لان كل يوم بيعدي عليه او كل ساعه بتعدي عليه بيتدور. اوكي؟ فبندخل وبنفك له المشكله دي، طبعا التست من بره وانا بطلعها وابص عليها واقول يا رب يا رب يا رب يا رب ايه؟ ما تبقاش جانجرنس. لان التست لما تخش جوه بتلف على نفسها، مش هي بس بتقفل، البلاد سبلاي بتاعها كمان. فلو لونها طبيعي الحمد لله. عمليه بقت سهله. لو لونها مغير مش سيب له تيستم بتموت جوه بطنه واقفل عليها، لان بعد شويه تتفتح والاكل يطلع بره في البريتونيوم. بقطع واعمل ايه؟ انستوموزس. العمليه كده هتطول شويه والبوست اوبراتيف هيقعد معايا في المستشفى شويه، لان دون مش هياكل على طول، ما ينفعش نمشي اكل في خياطه، ده هياكل بمحاليل تمام لغايه لما نحس او نديله وقت يحصل هيلينج كويس، وبعدين ياكل جرادولي بقى كميات قليله وحاجات ايه بسيطه خالص. ديدنال محتاج اقول ايه؟ طب ايه الكلام الرئيسي؟ اول شكل عمل ايه؟ ديدنال لوب، وده كونفكس فورورد، وليه دورسال ميزنتري، وليه حته فيبرال ميزنتري في اتس بيجيننج بس. تمام؟ طيب بيطلع منه براعم قدام، بيطلع كومن دي اثنين مع بعض، هيباتيك ودورس وفنترال بانكرياتيك بار وورا دورسال بانكرياتيك. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ حدثين مهمين قوي، مايجريشن وروتيشن. مايجريشن لمين؟ للفنترال بانكرياتيك بار والهيباتيك بار، عشان يبقوا تحت مين؟ يبقوا تحت الدورسال، عشان يبقى بنكرياس واحد بنجيبهم قدام بعض. اوكي؟ روتيشن الاستومك بتلف 90 درجه تزرعي، الديدرم برضه هيلف 90 درجه تزرعي. ايه اللي هيحصل للدورسال ميزنتري؟ هيحصل له ابزوربشن ويبقى الديدرم كفرد اونلي فروم ذا فرونت. الكلمه دي بيسموها ريترو بريتونيال. وضع الديدرم ايه؟ ريترو بريتونيال. سو ذا ديدرم از فيكسد ان بوزيشن تمام؟ عشان افويد كينكينج اوف ذا داكس اوبننج ان ات. معايا لغايه دلوقتي؟ في مرحله من مراحل تكوينه بيتسدد خلايا في الشهر الثاني، لكن رابيدلي بيبقى كانالايزد. طب لو في فيلير اوف كانالايزيشن ده انوميليز بقى. يحصل ايه لو في فيلير اوف كانالايزيشن؟ اتريزيا او ستينوزز، وعرفنا الفرق بينهم تمام؟ وممكن كمان يبقى في انوميلي ثاني ما هوش يخوفني الا اذا حصل فيه انترنال ايه؟ اللي هم ديودنال فولز. ودي هناخدها مع الاناتومي مره ثانيه، ما هياش اخر مره هنشوفها. تقريبا وانا بتكلم خلصت 70% من البنكرياس. عشان كده الديودرم لازم يتقال مع البنكرياس. اوكي؟ يلا نشوف مع بعض. بس قبل ما نتكلم برضه كالعاده نراجع بسرعه على الاناتومي اوف ذا بنكرياس. يلا يا جماعه. بنكرياس موجود على البوستيريور اوف دونال وول. وليه اجزاء؟ هيد، نيك، بودي، تيل. وجواه ضغط لازم واحده على الاقل، مش معقول البنكرياس ما يبقاش في ضغط، لان هو ميكسد اكسوكراين اندوكراين. يعني ايه ميكسد اكسوكراين اندوكراين؟ ليه ضغط بيطلع بنكرياتيك جوس على الديدرم موجه. الاكسوكراين جلاند يا جماعه زي السليفري زي البنكرياس بتوجه السكريشن لمكان بعينه، يبقى انا محتاج ضغط. وبيطلع كمان هرمونز زي الانسولين زي الجلوكوجون، ده لازم يتوزع على الجسم كله. مين اللي بيلف جسمك كله؟ البلط. فده ما يطلعش بالضغط، ده يطلع. ما ينفعش ابعت الانسولين للديدرم اعمل ايه؟ لا ده لازم يلف الدم عشان يظبط الليفل اوف ايه؟ اوف جلوكوز. فالجلاند دي ميكسد. الضغط اللي لازم تكون موجوده على الاقل من بنكرياتيك ضغط، وممكن يبقى معاها دي كمان. مين دي يا جماعه؟ اكسسوري بنكرياتيك ايه ضغط، والفتحه بتاعتها بتبقى اسمها ماينور ديودينال بابيلا، الحته العاليه اللي حواليها
اسمها ماينور ديودينال بابيلا، والحته العاليه اللي هنا اسمها ميجور ايه ديودينال بابيلا. ديفلوبمنت بانكرياس، يبدا ديفلوبمنت بانكرياس انا اتكلم فين، مين السيلز اللي معايا، ازاي احنا فين في الكود بارت اوف ذا فور جات. بيطلع تو بادز، نوع الخلايا اللي في البادز دي اندوديرمال، تمام خلي بالكم معايا. هيطلع بادز اسمها فنترال بانكرياتيك بادز ودورسال بانكرياتيك بادز. الفنترال بانكرياتيك بادز بتبقى كودا والكومن مع الهيباتيك بادز، يعني طالعين من نفس الاورج. لو زقتوا معايا هتلاقوا ان الفنترال بانكرياتيك بادز ما طلعتش من الرول اوف ديودينم، طلعت من مين؟ من الليفر بادز او الهيباتيك بادز. طيب هما الاثنين فاتحين فتحه واحده، والكلام ده اللي هيخليهم في الاخر البايل داكت والبنكرياتيك داكت يبقوا كومن. لو كان طلع الفنترال بنكرياتيك بار من هنا مثلا كان يبقى البايل داكت، لان دي هتبقى البايل داكت بعد كده، ودي هتبقى سيستيك داكت، ودي هتبقى جول بلادر، ودول ايه دول؟ راح يعملوا ليفر، تمام؟ فكان الكومن بايل داكت تبقى فتحه والبنكرياتيك داكت تبقى فتحه ثانيه خالص، بس لا هم طالعين كومن مع بعض. ايه ده؟ مايجريشن. مايجريشن لايه؟ للهيباتيك بارت والفنترال بانكرياتيك بارت مع بعض، هم طالعين مع بعض، ما ينفعش الفنترال بس لوحدها، لازم الاثنين مايجريت مع بعض. وعرفتوا ازاي؟ بحس مين اللي يجي لي تحت هنا؟ الفنترال بانكرياتيك بارت واللايف بيلوز دورسال بارت، تمام؟ ماشي معايا؟ اهي ادي الفنترال بارت، امال ايه دي اللي كانت طالعه كومن معاه؟ دي اللي هتبقى بعد كده فايت بارت، وتشوفوا الاناتومي قبل كده نفس المنظر ده، تمام؟ يبقى دلوقتي عندنا الفنترال بانكرياتيك بادي يا جماعه هيعمل انسينين بروسيس ولور بارت اوف ذا هيد. نسيت اقول لكم ان الحته دي في البنكرياس اسمها انسينيت بروسيس، والفنترال بارت كده هيعمل ايه؟ هيعمل انسينيت بروسيس اوف ذا هيد زائد اللور بارت اوف ذا هيد. طب بقيه البنكرياس اور بارت اوف ذا هيد نيك بادي تيل، مين اللي عمله؟ الدورسال فيوجن، هيحصل فيوجن. كل بعض من دول بتعمل تيشو اسمه بارينكيما، والبارينكيما هي الجلاندولار تيشو اللي بيطلع اللايبيز والاميليز اللي هم الحاجات البيكاتيك جوس، يعني دي اسمها بارينكيما. بيحصل فيوجن بين الجلاندولار تيشو، لو انت مش عايز تعمل بارينكيما تقول جلاندولار تيشو اوف ذا بانكرياس ان ذا فنترال بارت مع مين؟ مع الدورسال بارت. الفنترال بارت هيعمل ايه؟ اهي مكتوبه اهي، يعمل الحته دي زي لسان اسمها ايه؟ انسينيت بروسيس، دي حته من الهيد يا جماعه. ويعمل كمان اللور بارت اوف ايه؟ اوف هيد. طب الدورسال بارت يعمل بقيه الهيد والنيك والبودي والتيل. حصل فيوجن بين الجلاندولار تيشو اللي اتكون من الفنترال ومن الدورسال، ولو ما كانش حصل ده كان يبقى معايا البنكرياس التيل. لا ده لازم يلتحقوا مع بعض. تمام؟ في الشهر الثالث من الميزوديرم اللي موجود في الدورسال ميزوديرم. دورسال ميزوديرم في وسطيه خلايا من الميزوديرم. من الميزوديرم اللي في قلب الدورسال ميزوديرم اللي انا بتكون جواه دلوقتي بيتكون خلايا عامله جزر. في الشهر الثالث تظهر اول ظهور ليها، اول شوفان ليها كانت فين؟ في الشهر الثالث، وسموها ايلت اوف لانجهانز. وتبدا في العمل، رصدوا انها طلعت الهرمونات بتاعتها في الشهر الخامس. يعني ثالث اشتغل خامس. يبقى بيبي بيتولد وهو عنده البنكرياس شغال. فاهمين معايا يا جماعه؟ تمام. يبقى الايلت اوف لانجهانز دي بتظهر في الشهر الثالث ويكتمل وظيفتها او نضوجها عشان تطلع هرمونات في الشهر الكام؟ الخامس. فاضل لي ايه بقى عشان نقفل البنكرياس بقى؟ ففكر في مين واكسسوري. طب المين اتكونت منين يا دكتور؟ يقول لي ادي الضغط بتاع الدورسال بار، شايفينها؟ دي اسمها ضغط اوف الدورسال بار، اوكي؟ ودي الضغط بتاع مين؟ الفنترال بار. في كلمة مش بتتقال في الكتاب عندكم بس تهمني تعرفوها. إن أول حاجة بيحصل ده إيه ده؟ أناستموزس بين ذا تو باتس أو ذا تو باتس. زي ما حصل فيوجن بين الجلاندولار تيشو هنا وهنا مع بعض، كمان الضغط بتاع كل بعض هتتوصل بسبليت، ويسموا التوصيلة دي إيه؟ مالك؟ سألت سؤال فوجئت في حال السرحان جمال. بقول اسمها ايه التوصيله دي؟ اناستموز. سرحانين من امتى؟ لاول مره تخدعوا ما تشوفش ان سرحانين. كل واحد عايش في العالم بتاعه. ارجعوا لي تاني يا جماعه، ارجعوا لي تاني. المهم قوي، مهم قوي تسمعوا قصه الامبريولوجي. ممكن نقرا او ممكن نقرا، بس ده مختلف عن الاناتومي العادي. الامبريولوجي
لما قالش بحبكه دراميه معينه هتحس وانت بتقرا ان مفيش اقتناع. فاهمين معايا؟ اوكي بصوا معايا. الاول الفيرترال بار والدورسال بار هيعملوا ايه؟ جلاندولار تيشو وكل بار فيه ضغط بتاعته. هيحصل فيوجن بين حاجتين. هيحصل فيوجن بين الجلاندولار تيشو هنا وهنا مع بعض بحيث ان الفيرترال بار يعمل ايه؟ ارسينيت بروسيس ودور بارت اوف ذا هيد. طب الدورسال بار يعمل ايه؟ الابر بارت اوف ذا هيد ونيك وبودي وتيل. ده فعلا؟ الفيوجن الثاني اللي حصل بين مين ومين؟ بصوا هنا الضغط لسه ما اتصلتش ببعض. بص الصورة دي. هيحصل انستموز بين الضغط اوف دورسال بارت اند الضغط اوف فيلترال بارت. اوكي؟ مين هيفضل عشان يعمل البيم من كرياتين ومين هيبقى الاكسسوري؟ الحقيقة اللي ماسكة في الجدران اسمها بروكسيمال بارت. والباقي بعيد دورس. نمسك الضغط اوف ذا دورسال بارت. يقول لي الدورس الديستال بارت. ديستال بارت اوف ذا ضغط اوف ذا دورسال بارت بلس انستموزس بلس ضغط اوف ذا فنترال بارت هيعملوا مين؟ بنكرياتيك ضغط. مين اللي ممكن يبقى از اكسسوري؟ ذا بروكسيمال بار اوف دورسال بارت. فهمتوا حاجه؟ نقول تاني ضغط اتعملت ازاي؟ بس قبل ما نقول اتعملت ازاي بصوا على الاناتومي. فين مين بنكرياتيك ضغط فين؟ اهي يا جماعه. اهي. الحته دي مش باينه بس هي نازله كده في النك عشان تتاخد مع البايب. شايفين الاكسسوري؟ خلاص؟ تمام. يلا يا جماعه. طب بالمره كده قولوا لي ديفلوبمنت اوف بنكرياس ده مهم؟ اه مهم. من المواضيع المهمه قوي. بنكرياس يا جماعه فين؟ نوع الخلايا ازاي؟ احنا فين؟ كودال اند اوف ذا فور جاد. ازاي؟ اندودرمال سيلز. فنترالي بتطلع بار اسمه هيباتيك ويطلع كمان معاه فنترال بنكرياتيك. دورسالي دورسال بنكرياتيك بار. مين فيهم طلع في ميزنتري؟ مين طلع لا قدامه ميزنتري؟ الدورسال الفنترال مفيش ميزنتري قدامي دلوقتي. اتفقنا؟ اوكي. هيحصل حدث مهم قوي. ايه هو الحدث ده؟ مايجريشن اوف ذا فنترال بنكرياتيك بار توجذر ويز ذا هيباتيك بار عشان اجيب الفنترال بنكرياتيك بار بيلوز دورسال من ورا. وطبعا الروتيشن الخارج البنكرياس بدل ما هو واقف كده هينام بعرض ايه؟ الابدون. بعد المايجريشن فيوجن. والفيوجن دول حاجتين. فيوجن اوف ذا جلاندولار تيشو فورمد فروم ذا فنترال بار مع ذات اوف ذا دورسال بار. ويعمل لي الفنترال بار ايه؟ انسينيت بروسيس واللور بارت اوف ذا هيد. والدورسال بار يكمل الهيد والنك والبودي والتين. دي اجزاء البنكرياس اهو فيوزد مع بعض. مين كمان فيوزد مع بعض؟ الضغط اللي جوه بتاع كل بار. والفيوجن بينهم سميناها ايه؟ طب كده برافو عليك رجعتني تاني اسمها انستموز. طب المين بنكريات الضغط تتعمل من مين؟ والاكسسوري من مين؟ ديستال بار دورسال بار تمام او دورسال ضغط والانستموزس والضغط اوف ذا فنترال بار. مين اللي فضل معاك اكسسوري؟ ايه الانوميليز اوف ذا بنكريس؟ اول انوميلي الحركه دي. بصوا معايا ساعات بنفتح بودي شفتها مره واحده بس في حياتي في عيان من البوديز اللي مش عيان بقى في بودي من البوديز اللي معانا. بص هنا لقينا الهيد اوف بنكرياس لف على الديدر. تمام. ايه بقى اللي حصل؟ هي دي كانت عنده من صغره. لو حصل فيها كانسر كانت ممكن قفلت عليه وممكن بيعاني من مشاكل بس ما حدش اكتشفها. ايه بقى الحكايه؟ يقول لي تفسير دي اسمها انيولا. المنظر ده اسمه انيولار. انيولار يعني بيلف. ايه اللي حصل؟ يقول لي اللي حصل ان في البيبي ده هو بيتكون الفنترال بار اتقسمت اتنين وكل جزء منها مايجريت كده وجي تحت الدورسال بار ولزق فيه سبليت اوف ذا فنترال بار ولف فيه تمام وراح لزق في الدورسال بار بقى التيشو اوف ذا بنكرياس ايه؟ قرعت. ادي اول انواع. ثاني انواع اكتوبيك بنكرياس. اكتوبيك بنكرياس تيشو او بنسميها اكسسوري بنكرياس. اكسسوري يعني زياده اكتوبيك يعني مكان غلط. اكسسوري بنكرياس الاقيه فين؟ يقول لي ساعات بيلاقوا في الوول اوف ديدرا في بنكرياس تيشو ودي بيلاقوها امتى؟ لما يحصل كانسر في الوول اوف ديدرا وياخدوا عينه يلاقوها بنكرياس تيشو. ده مش مكان طبيعي بنكرياس مش كده؟ في الوول انسايد ذا وول وفي الوول اوف ذا بايلوريك بارت اوف ذا ستومك ساعات بيلاقوا ايه؟ ودي كومنلي ان انا لما بنكرياس على نورمال سايد ممكن يعمل كانسر. فممكن تلاقي الكانسر ده سبب احد اسباب تكوينه
مش راديشن، مش الوان، مش تلوث، الكلام ده كله لا، اصلا ان في اكتوبيك بانكرياتيك تشو. يعني ايه اكتوبيك؟ مكان غلط. فاكرين اكتوبيك ثايرويد ريتروسترنال؟ ده مش مكانها. لينجوال ثايرويد اللي في الطعم، تمام. البنكرياتيك تشو بقى ممكن الاقيها فين؟ في الوول اوف ديدنم، ممكن الاقيها في الوول بتاع البايلوري بار اوف ذا ستومك. يعني بيعتبروا الاكسترا بنكرياتيك ده من ضمن الانوماليز او من ضمن الغير معتاد، من غير الغير معتاد، تمام يا جماعه. فعشان كده احد الانوماليز برضه قالوا بريزيستنس اوف اكسسوري ده اللي اتكونت منين؟ حد فاكر؟ بريزيستنس اوف بروكسيمال بارت اوف ذا دورسال بات. تمام شطار، برافو. طيب بصوا انا معايا 10 دقايق، انا عارف انتوا عايزين تكتبوا، هسيب لكم 5 دقايق بس بالمره، واحنا في الحته دي لان الحته دي مرتبطه ببعضها. هقول الليفر اوكي، برضه سهل قوي. بص على الناس الاول، ادي الليفر ويجمع، كنت هتاخدوه من اسبوعين ثم اتوقف العمل عشان لا المشروع تجري والمحاضرات بطيئه، فرايحوه في اسبوعين، فاعتقد الاسبوع اللي جاي هيبتدي يشتغل تاني ليفر. هتوصل ان شاء الله، انا هسبق ان شاء الله للاسف الرسمي. انا بتكلم عن مرمى درجه 8 اوكي، لان انا بحب انا هسبق بس بمستوى كويس، يعني مستوى ده احنا نركز مع بعض، نفهم مع بعض، ممكن نحفظ واحنا قاعدين، فبحاول اعمل ده مع ده وان كان صح، لكن انتم بتساعدوني فيه، لان زي ما انا شايف في عيونكم شطاره غير عاديه. بصوا معايا يا جماعه، من غير طبعا، بصوا معايا، معلش الطلبه كلها مش انتوا بس، كل ما اقول عليكم او على غيركم شطار يتحرك، ليه؟ هل دي سعاده ان انا عرفت هذا السر؟ ولا انتوا مش واثقين في ذلك؟ لا بامانه مش شطار. انا بسالكم في وسط الكلام على حاجات تستنتج وبتجاوبوا معايا، انا عارف بس مش عايز احسبكم. لا يا دكتور احسب لي دماغي. المهم يلا يا جماعه، ايه ده؟ ليفر. انتوا عارفين ان الليفر متكون من فصين، ليفت لوب صغير ورايت لوب كبير، مش عارفين؟ ده من اللانج زمان لما قلنا الديافرام عالي يمين اكتر من شمال، ايه دي؟ برافو عليك شطار. انا عملت ايه هنا؟ رفعت الليفر لفوق، لما رفعته لفوق ايه ده؟ ليسر مومنتم. وده مين؟ في الفري مارجن اوف ليسر مومنتم في حاجه اسمها هاي بات، اهي نازله هتنزل تعدي ورا الفيرست بارت ودينم، وبعد كده هنا مش شايف لكن عارف انها تتحل مع البنكرياتيك داكت ويفتح في السكند بارت، وده ارتر راح يغذي الليفر سيمباتيك ارتري وراهم فين كبير بورتال فين، بورتال فين هو فتح لي ليسر مومنتم عشان يفرجني على اللي ماشي بالفري مارجن بتاعه، وده طبعا الجول بلدر، وده الليفت لوب الصغير، وده الرايت لوب الكبير، كل ده. الصورة اللي شفناها قبل كده مش واصلة. ايه رأيكم يا جماعة؟ ايه دول؟ رايت وليفت هيباتيك بقى كل واحدة جاية من لون. اتحدوا مع بعض. كومن هيباتيك، أمال إيه دي؟ جول بلادر بالسيستم بقى، اللي لما اتحدت مع الكومن هيباتيك عملت إيه؟ فايل بقى، اللي فاتحة مع مين أو متحنة مع مين؟ مع البنكرياتيك، مين بنكرياتيك؟ مش الأكسسوار، المين؟ راجع معايا بسرعه كده الصوره دي، الصوره دي كانت الميلوري ديسك قبل الفوضى. تالت مره اشوفها. هشيل الاكتوديرم وما قدرتش اشيل الاكتوديرم هنا وهنا. لان لازق الاندو مفيش ميزو في الوسط. لما تشيل الاكتوديرم الخلايا اللي شايفها كلها الاحمر والازرق والاخضر كل ده ميزوديرم. اسمه انترا امبريونيك ميزوديرم. احنا خدنا واحد منه بالتفصيل في سنه اولى. وهنستعمل السنه دي 2 اللي خدناه في سنه اولى براكزيا اللي هو السومايتس. استعملنا جزء منه مع طنط. لو كسبت السومايتس لو تكتبه تمام؟ يلا يا جماعه نشوف كده ايه ده؟ نوتوكور باراكسيا ميزوديرم ترميديا ميزوديرم ده هيظهر في اليورينري سيستم والجينيا لاترال بليت ميزوديرم هيتكون فيه كافيتي والكافيتي دي تعمل سيرا ساكس بتاعت البودي الجزء ده بريكارديوم ده بلورا وده بلورا وده بريتونيال كلام وده بريتونيال كلام فاهمين معايا بقى؟ وقلنا الحته دي هيتكون فيها الهارت يمال هنا ايه بقى اللي عايز اوصله الصوره كلها عشان افكركم ده مين ده سيرت ترانسفيرس لما بعد الفولدنج تاني لو افري هي سيرت والحته دي بريكارد اللي هي صوابع وكف ايد ظهر ايدي من ورا ده الكارديجينيك اريا بعد الفولدنج هيبقى كده يبقى الكارديجينيك اريا تحتيها بريكارد سيرت ترانسفيرس في الرقبه والسيرت ترانسفيرس ده يعمل الديافرام لما يجي له مايتومز سيرفايكال مايتومز 3 و4 و5 يتحدوا معاه وبعد الهارت يكبر ويزقه لتحت لسه ما خدناش الديافرام بس لما نوصل له هتكون عندك فكره. فاهمين معايا يا جماعه؟ تمام الهارت هيزق الديافرام لتحت. بقى دلوقتي الابر لاير اوف ذيس ماس اوف سيلز
اللي سميناها سيبتم ترانسفيرسال هيعمل الديافرام. طب السيلز اللي تحت يوليجل البريتونيال تيوبس التو كانالز اللي على الجنبين دول بعد الفوردين يروحوا حاضنين للجت واخدين في الفنترال ميزوتري الفنترال ميزوجاستري سيلز. فاكرين وقتها قبل كده وهيتكون جواها مين؟ ليفر. ساعتها حرقت الجزء بتاع النهارده. بصوا بعد الفولدنج يا جماعه ادي البيبي بعد الفولدنج. بصوا على الصوره كده بسرعه لان احنا عملناها قبل كده. هقف عند الحته اللي عايزها، هبطع عند الحته اللي عايزها. نستبقوا معايا بالاسهم ده الفور برين، فور برين بلج، بريكارديال بلج معمول بالهارت، جروينج هارت، وده الاستوموديوم. ايه اللي تحت الهارت ده؟ بريكارديا. وايه تحت البريكارديا؟ سيبتم ترانسفيرسال. فاكرين يا جماعه؟ تمام. والسيبتم ترانسفيرسال قدام الفاركس. وبعد كده ينزل لغايه لما يبقى بين التوركس والابدومن. الطبقه الفوقانيه منه تبقى دايفرام والخلايا اللي تحت هتتحبس في وسط الفيرترال ميزوجاستريا بعد التيوب بريتونيال كانالز لما لموا على بعض. اوكي؟ يبقى الوضع عندي دلوقتي ان المنطقه دي اللي هيتعمل فيها الاستومك ثم الديودينام لان انا تبع الفور جات. الاستومك والديودينام تبع الفور جات. هيبقى قدام الاستومك في فيلترال ميزوجاستريم وجواه خلايا اسمها سيبتم ايه؟ ترانس فيرسا. في حاجه تانيه اتحشرت في وسط الخلايا دي ما قلناهاش قبل كده. في عندنا حاجه اسمها ليفت امبيريكال فين. ده ايه ده؟ جاي منين؟ بلاسنتا وداخل الابدوم عشان الصوره في الابدوم. لازم يروح الهارت في السوركس. فالفين ده بيطلع لفوق. وفي عندنا كمان حاجه اسمها فيتلاين فينز. برضه رايحين الهارت. معلش انا هعيده في الاخر بس انتوا خدتوا في الكارديو باسكولار اعتقد يعني اعتقد ان في حاجه اسمها ليفت امريكان فين وفي فيتلاين فينز. المهم مش فاكرينهم دول الفينز اللي داخلين البطن من منطقه السره. بلاش نظرات استغراب كاني كائن فضائي جميل فضائي كائن. بص معايا اللي ما نعرفوش ما نستغربش هنعرفه. في فينز يا جماعه اسمها فيتلاين وامريكان. خلاص كده جايين في البطن داخلين البطن من منطقه السره عايزين يروحوا القلب. فهم طالعين هيتحشروا ويتحبسوا مع السيبتم ترانسفيرسال جوه مين؟ جوه الفنترال ميزوجاستريم. هما كانوا من قدام هنا طالعين ورا جدار البطن هما دخلوا من الفنترال وول اوف ذا ابدومين وطالعين من الهارت كده. فلما جه البريتونيوم لم على نفسه عمل فنترال ميزوجاستريم خدهم بالطبقتين مع مين؟ مع السيلس اوف سيبتم ايه؟ ترانسفيرسال. ما اعرفوش اسم النهارده بس وبعد كده بقول لكم هم عباره عن ايه؟ امبيريكال وفيتلاين. ده البريتونيال تيوبس الفينز كانت هنا يا جماعه والسيبتم ترانسفيرسال كان هنا. لما التوب البريتونيال كانوا لم على بعض بقى الفينز والسيبتم ترانسفيرسال هيبقوا محبوسين بالطبقتين بتوع الفنترال ميزوجاستريا. ليه سميته فنترال ميزوجاستريا؟ لان هو ده اللي فضل مفيش فنترال ميزوجاستريا بعد كده. فالفنترال ميزوجاستريا اللي فاضل هنسميه فنترال ميزوجاستريا لانه باقيه في منطقه المعده والبيجنينج اوف ايه؟ اوف ديجن. هذا الفنترال ميزوجاستريا في داخله ايه؟ بين طبقتين وفي ايه؟ خلايا اسمها سيبتا ترانسفيرسال وفيز اسمها فيتلاين وامريكان. يلا يا جماعه ادي المنطقه اللي هتعمل ديدنا طلعت برعم اسمه ليفر بات او هيباتيك بات الاثنين صح. وطبعا البرعم ده يطلع منه من تحت بس ما يهمنيش في الصوره دي قوي دلوقتي. الفنترال بانكرياتيك بات لان احنا خلصناه خلاص. اوكي الليفر بات او الهيباتيك بات بيدخل في وسط الخلايا دي سيبتا ترانسفيرسال ومعاهم الفيز طبعا جوه الفنترال ايه؟ ميزو جاستري. دي القصه طبعا ان الهيباتيك بات هيطلع لفوق والبرو ابورد اند فورورد ويدخل في وسط الفنترال ميزو جاستري ويتقسم فرعين بارز هيباتيكا بارز سيستيكا. تفتكروا البارز سيستيكا تعمل ايه؟ جول بلادر وسيستيك بلادر. برافو عليك. والبارز هيباتيكا هذا البرعم الفرع اللي طلع لفوق هيتقسم فرعين اهو والفرعين دول كل واحد منهم هيطلع راديتنج سيلز. قبل ما اقول الراديتنج سيلز دي بتعمل ايه؟ حد شاطر او شاطر او شاطر يقول لي سيلز نوعها ايه؟ اندوديرمال. برافو عليك. يبقى انا دلوقتي كل اللي بشتغل عليه ده اندوديرمال سيلز. اوكي تاني هيباتيك بات. الهيباتيك بات ده هيطلع فوق جروس ابورد تو انترز فنترال ميزوجاستريا في وسط الخلايا اسمها سيبتم ترانسفيرس. تمام. بعد كده اسم فرعين بارز سيستيكا بارز هيباتيكا. البارز هيباتيكا هيتقسم فرعين اللي هم ليفت ورايت هيباتيك باتس. كل فرع من دول هيطلع منه راديتنج سيلز. راديتنج سيلز دول يا جماعه هيهاجموا الفيتلاين فينز والامبيريكال فينز
ويعمل لهم رابتشر للوول بتاعتهم، فالبلاد يخرج من جواهم ويبقى بين السيلز الرادياتنج دي عشان يعمل حاجه اسمها ليفر سينوسايتس. معايا يا جماعه؟ تاني الهيباتيك بادز دول لما اتقسموا كل باد من دول يطلع منها رادياتنج سيلز. الرادياتنج سيلز دول لقيت فينز موجوده في نفس المكان جوه الفنترال ميزوجاستريم. الفينز دي مين؟ دي الفيتالاين والامريكان. طب السيلز تعمل ايه للفينز دي؟ تعمل لها رابتشر للوول بتاعها. Blood escape from the veins to outside between the radiating cells عشان نعمل حاجه اسمها ليفر ايه؟ ليفر سينوسايت. طب السيلز الرادياتنج دول هيعملوا ايه في الليفر؟ هيعملوا حاجه اسمها هيباتوسايتس ويعملوا لايننج بتاع الانترا هيباتيك بارت اوف بيليال سيستم. انتوا عارفين ان الهيباتيك دافت دي اصلا كانت بايل كانالي كولاي، يعني انابيب رفيعه قوي جوه الليفر تستقبل البايل، والانابيب الرفيعه دي لايننج. تمام؟ الهيباتوسايتس واللايننج بتاع الانترا هيباتيك بيليري سيستم جاي من الراديتنج سيلز اللي طلعت من الهيباتيك ايه؟ بارت. في الاول بيبقى الليفر تو لوبز قد بعض، لكن بيحصل ديفرنشال جروث ريت المره الرابعه او الثالثه مش فاكر. مين هيكبر اسرع؟ الرايت لوب، فيعمل لارج رايت لوب وسمول ليفت لوب. تمام؟ في الاول بيبقى حجم الليفر بالنسبه لحجم البيبي 10% في الانترا يوتراين لاين. يعني لو وزنت البيبي في الانترا يوتراين لايف مثلا وزنه كيلو يبقى 100 جرام ليفر منهم. ادفانس بيبقى 5%. احنا بقى بنوصل دلوقتي من 1 ل 2% اللي هو ايه؟ في الادلت يعني على حسب وزننا. فاهمين معايا؟ لا انا احب اقولها مره ثاني بسرعه ولا اسيبكم. المره اللي جايه ان شاء الله يوم الاحد، يوم الاحد هكمل الانوماليز بتاعت الليفر، هعيد بسرعه ثاني بالانوماليز ونقول اللي حابب يعني يقرا ويحضر ميد جات. هنقول حاجه اسمها